هذا الاختيار لاعبين احتياط هذا اصبح واقع في الدوري الكويتي على جميع الانديه، واقع يعني مو مجامله لنادي الكويت، هذا واقع. ليش؟ انت عندك 5 محترفين واثنين مواليد، 7 لاعبين لا يمكن ضمهم للمنتخب، باقي 3، فطبيعي من كل نادي مميز راح اخذ منه لاعبين احتياط، بدليل قادسيه ماخذين منهم لاعبين احتياط عيد الرشيدي، العربي ماخذين منهم لاعبين احتياط سلمان عوضي بدر طارق، الكويت ماخذين منهم لاعبين احتياط فيصل صالح مزنكي ضاري، فهذا امر طبيعي. لاعب الاحتياط في نادي الكويت مثلا فيصل زايد لاعب احتياط في نادي الكويت، لكن قيمته الفنيه افضل من كثير لاعبين في انديه ثانيه، واقع. الحين عفوا انا راح اخذه، عفوا بدر طارق ويا سلمان العوضي هو اساسيين بس، لا لا اي خالف، لا العرب حسن حمدان يعني ماخذين ياخذون من بعض مجامله لهم، مجامله حقنا اللعب. انا ما اقول مجامله، انا رايي ان اللعيبه بعض اللاعبين الاحتياط في انديتهم افضل من اللاعبين الاساسيين في انديه اخرى، انا هذا رايي، وان الاختيار لاعبين نادي الكويت اللي مختارينهم مميزين بدليل. شوف لكن هذا طبعا واقعنا، واقعنا سيء ان تختار لاعب احتياط، انا اتفق، بس شو اللي خلانا نختار لاعب احتياط؟ السبعه اللي داخل الملعب اللي لا يمكن ان يضمهم للمنتخب، هذول اللي خلانا نضطر ناخذ لاعبين احتياط وتكود والتنافس على لاعبين المحترفين القادسيه والعربي والكويت، خلاني اضطر اني اخذ لاعب مميز، لكن احتياط في نادي خلاص. بس 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 تعديل بس تصحيح للمعلومه، احنا تكلمنا لما قلنا لاعب احتياط، احنا ما سئنا ان لاعب احتياط انه يعني على قولتهم انه مستوى مو زين، انا ما قاعد اعقب وحق اي لا، احنا نتكلم خل بس افيدك، احنا نتكلم ان لاعب منتخب لابد انه يكون لاعب اساسي الافضل في استمراريه الافضل. انا اتفق وياك، يعني انت على سبيل المثال الحين انت لما تيجي تاخذ 10 لاعبين من نادي واحد صح، زين انزين خيطان قاعد يقدم مستوى زين قبل التوقف، ما عنده لاعب زين، معقوله فاهم شو الفكره؟ تروح حق فحيل ما عنده لاعب زين، ما يصير يعني على الاقل على الاقل اخذ من يعني عط فرصه حتى حق لاعبين هذه الانديه تطور نفسها. انا اليوم لما ادري انه والله المنتخب بينقي 10 لاعبين من نادي واحد، زين انا بنادي الساحل نادي خيطان يا عمي ما راح ياخذوني انا المنتخب، ليش العب كره؟ صح فيها هو نقطه بعد دكتور، اخذ من اللاعبين الاولمبي خل حق بالضبط، هذه حاجه ثانيه بعد يعني سعيد لان عندهم مشاركه في يعني شلون مشاركه؟ مو ماخذ سلمان العوضي هو؟ اي ماخذ سلمان وماخذ محسن فلاح، لكن الباقي عندهم متى عنده مشاركه؟ متى؟ وين مشاركه؟ انت ماخذ منهم؟ لا العب في بين اثنين شادو وباقي ماخذ عبد الرحمن كميل منتخب الأولمبي بعد لا وماخذ هذا الطويل ليش ماخذه؟